تحت شعار يعني عيش عيش يا فل يا موت احنا الكل. خوان لابورتا بيفرش الملايه وبيسمع كل كليله وعلى راسهم ريال مدريد والاتحاد الاسباني وكل من له علاقه بكره القدم الاسبانيه. بعد البيان الثاني من رئيس برشلونه خوان لابورتا اللي قلب فيه الطاوله على ريال مدريد واتهمه بشكل مباشر وواضح وفي العلن ان ريال مدريد رمز للفساد والمحسوبيه وسرقه الالقاب المحليه والاوروبيه والاستفاده من التحكيم بالرشاوي من جهه او بالضغط والتهديد عن طريق بيريز بحبس الحكام في الغرف المغلقه زي ما حصل قبل كده مع الحكم ادواردو جونزاليس. المهم ان لابورتا بالانتفاضه دي بيكسر سم كل الاعداء لان سمعة اسبانيا كلها هتبقى في الارض اكتر من كده وحرفيا كل الرعاة هتهرب من البطولة والخسارة هتطول الجميع.